عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجه. حديث نبوي في فضل العمرة في رمضان. والعمرة لغة الزيارة أو القصد، وقيل إنما اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه موضع عامر، والعمرة شرعا أداء نسك وعبادة تستهل بالإحرام والتلبية ثم الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. العمرة في رمضان والاجتهاد في العبادة دأب الصحابة والتابعين والصالحين والعلماء، وعلى دربهم سار المسلمون وما يزالون يقصدون بيت الله أفواجا في الشهر المبارك من شتى أصقاع الأرض، طمعا في المغفرة والرحمة والأجر العظيم. والعمرة في الشهر الفضيل سنة مؤكدة عند المالكية والحنفية، وواجبة عند الشافعية والحنابلة، وهي تعدل الحج، فيها يضاعف أجر المعتمر حتى يفوز بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والعمرة صفاء للنفس وتطهير للروح وتجديد للإيمان في القلوب وتلبية لله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فطوبى لمعتمر يجيب ربه في أعظم الشهور، وطوبى لمعتمر توافق طاعته ليلة القدر.